The specific weight of an unknown liquid is 12,400 newton per meter cube. What mass of liquid is contained in a volume of 500 centimeter cube? We use مرة الستاندرد value of gravity مرة المينيمم value of gravity اللي هي 9.77 meter per second squared. هنا طبعا 9.81 والماكسيمم اللي هو 9.83. الغالب ده بدولك في الامتحان او ما برشم على صوابعك. هو مديني الجاما اللي هي الرو في الجي، مديني دي وعندي دي اقدر اجيب الرو، والماس بيساوي الرو في الفوليوم، يعني هيساوي الجاما على الجي في الفوليوم. البارت ايه؟ بي سي. يبقى الماس في الحالة الاولى هيساوي 12,400 تقسيم 9.81 500 في 10^6 لأن سنتيمتر في سنتيمتر في سنتيمتر، يديني كده كيلو جرام. هنا اللي هيتغير عجلة الجاذبية الأرضية هتبقى 9.77 نفس الشيء الحجم، وهنا خلاص نحسبها على طول 12,400 تقسيم 9.81 ضرب 510^6 يساوي 0.632. هنا اللي هيختلف هتبقى 7، الفرق بسيط 0.635، وهنا هتبقى 8.3، برضو الاختلاف بسيط 0.631 كيلو جرام. يعني قيم او اختلافات مش هتسبب لنا مشاكل. تقدر في الامتحان تكتبهم كلهم 0.63 هيمشي الحال يعني. واشوفك لما تعيد المادة.